السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. وفي حلقة الليلة نتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلاق أعمال مؤتمر لودز قطر للموانئ واللوجستيات 2020. المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرمات افتتح النسخة الرابعة من كرنفال ترشيد. وفي بداية حلقتنا، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد نيكولاي بتروشيف سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق. وفي بداية المقابلة نقل سعادة السيد بتروشيف لسمو الأمير تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التطوير والازدهار فيما حمل سمو الأمير المفدى تحياته لفخامة الرئيس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الروسي دوام التقدم والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها ولا سيما في المجال الأمني. نعم مشاهدينا الكرام، وتحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف وزارة المواصلات والاتصالات على مدى يومين في فندق الشيراتون مؤتمر لوديز قطر للموانئ واللوجستيات 2020، والذي تنظمه شركة موانئ قطر بالتعاون مع لوديز العالمية. بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء العالميين في مجال النقل البحري والموانئ واللوجستيات، انطلقت فعاليات مؤتمر لويتس قطر للموانئ واللوجستيات 2020 الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات للمرة الأولى في قطر. المؤتمر الذي تنظمه شركة موانئ قطر بالتعاون مع لويتس العالمية سيناقش على مدى يومين عدداً من المواضيع المهمة كتجارة وتطوير الموانئ وتكنولوجيا الطاقة وتمويل المشاريع اللوجستية وأنظمة الدفع والاستدامة وثورة العمليات الرقمية والأمن السبراني. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل التقدم الكبير الذي يحققه قطاع النقل البحري وخدمات الموانئ في دولة قطر خلال الفترة الأخيرة. هذا دليل على تواجد موانئ قطر وبقوة في المنطقة، استحوذت على ما يقارب من 27% من تجارة المنطقة. لا نكتفي بهذا العدد، المستقبل أفضل إن شاء الله. سجلت دولة قطر هذه السنة أعلى معدلات في الشحن والمناولة في المنطقة، وكذلك في جودة البنية التحتية، وهذا يعني تقرير البنك الدولي يمكن شفتوه، تقدم دولة قطر بمراحل، الثانية عربياً، التاسعة عالمياً، وإن شاء الله أن في المستقبل تحتل مراكز أعلى. ننتظر نتائج المؤتمر، نتائج الشراكات التي ستعقد على هامش المؤتمر بين موانئ قطر، بين ملاحة، بين كيو تيرمينال، وإن شاء الله تؤدي إلى استثمارات جديدة في الشحن البحري وفي البنية التحتية، سواء كانت في موانئ دولة قطر أو موانئ خارجية.
وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات من وراء استضافة هذا المؤتمر العالمي إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة النقل البحري على مستوى العالم. تحت شعار كن أنت التغيير، افتتحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء كرنفال ترشيد 2020 في نسخته الرابعة، وذلك في حديقة كهرماء للتوعية بمنطقة الثمامة. افتتحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء كرنفال ترشيد 2020 في نسخته الرابعة تحت شعار كن أنت التغيير، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وكفاءة استخدام الطاقة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع من جمهور وطلاب المدارس. كرنفال طبعا يتضمن بازار، اللي هو بازار الاستدامة، إضافة إلى أنه أيضا هناك تجمع من عدة جهات معنا متعاونة وذات شراكة دائمة مع كهرماء في هذه الكرنفال. الكرنفال طبعا راح يستمر معنا، اللي هو من اليوم طبعا الافتتاح الرسمي إلى تاريخ 27 لمدة 10 أيام، طبعا من الساعة اللي هو 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ومساء راح يكون من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء. فمرحبا بكم جميعا في كهرماء، وبالأخص هنا في حديقة كهرماء للتوعية. يهدف تنظيم هذا الكرنفال إلى تسليط الضوء على أهم مشاريع الاستدامة وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية وتوعية الجمهور بأهمية ترشيد الموارد لتحقيق مستقبل مستدام، وذلك من خلال الأنشطة التفاعلية والمسابقات الترفيهية. وتأتي فعاليات كرنفال الترشيد السنوية كإحدى أهم محطات الاستدامة والتوعية البيئية بالدولة، حيث عرضت جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مسابقة الترشيد السنوية، التي تعد إحدى مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الترشيد. المزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا المهندس محمد خالد الشرشني، رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد بالوكالة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. حياك الله يا ابو خالد. الله يحييك. يا مرحبا بكم، وسعيدين بتواجدك معنا. احنا اسعد. يا حياك الله. طبعا بالبدايه انا بنتكلم بشكل عام عن هذه المسابقه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. طبعا مسابقه الترشيد هي مسابقه ضمن الاحتفاليه السنويه للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءه الطاقه، والبرنامج منذ اللحظه الاولى يقام تحت الرعايه الكريمه لسيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظ الله ورعاه. واحنا ملتزمين من البدايه من حيث المسؤوليه المجتمعيه ان احنا نتواصل مع الجمهور ونعطيهم فعينهم يشاركون معنا، ونحثهم على تبني أساليب ترشيد الكهرباء والماء والتقنيات الجديدة. طبعا في هالسنة في هالنسخة من الاحتفالية النسخة الثامنة أطلقنا 6 مسابقات تشمل القطاع السكني والحكومي والصناعي والضيافة والخاص، وأطلقنا المسابقات اللي تشمل وتغطي جميع شرائح المجتمع. ممتاز. طيب إلى متى يستمر التسجيل في المسابقة؟ لين 20 مارس شهر 3 إن شاء الله. ممتاز. طيب دعت كهرباء مختلف فئات المجتمع إلى التقدم بأعمالها المختلفة للمشاركة في المسابقة. طبعا مثل ما ذكرت، أنت طلقت تقريبا ما يقارب 6 مسابقات كلهم في تخصص
لها اكيد شروط مختلفه. صح. نتكلم عن شروط المشاركه والتحكم. طبعا قبل ما نتكلم عن الشروط نتكلم عن المسابقات نفسها. احنا نبلش اول شيء في مسابقه ترشيد للابنيه المرشده. هذه تشمل القطاعات الخمسه مثل ما ذكرتها اللي هي السكنيه والتجاريه والصناعيه وقسم الضيافه، وعندك المسابقات اللي تخص المرحله الاكاديميه، المرحله الجامعيه ودون المرحله الجامعيه، المراحل الثانويه اللي هي افضل مشروع بحثي للطاقه المتجدده. وايضا غطينا مسابقه تشمل الاعلاميين لان دورهم كبير في دعم والقاء الضوء على جهودنا اللي احنا نعملها. فالمسابقات هي ست مسابقات، نقول مسابقه ترشيد للابنيه المرشده، افضل مشروع بحثي للطاقه المتجدده، افضل مقال صحفي عن كفاءه الطاقه والطاقه المتجدده، افضل مشروع لاعاده تدوير المياه، وفي عندنا بعد مشروع الافضل مبادره في اعاده تدوير، مشروع فني عمل لوحه فنيه من المواد المعاد تدويرها، فهو العديد من المسابقات. ممتاز ممتاز. طيب خلينا نتكلم شوي عن مسابقه ترشيد للابنيه المرشدة اللي هي تحت شعار أبنية مستدامة من الجذور. صحيح. جوانب المشاركة في هذه المسابقة نوعيتها شنو؟ طبعا في كل سنة يتم عمل تحديث ورفع كفاءة الأجهزة في الأبنية، وعندنا احنا معايير وبنود يلتزمون فيها الجهات المعنية. في الجديد في هالمسابقة أن تم إضافة نقاط لنظم الري في الحدائق، وأيضا تبني أساليب ترشيد الاستهلاك العام للكهرباء والماء، واحنا نحثهم أنهم هم يطبقون كود الصيانه وكود المباني المرشده، واحنا نعطيهم كل سنه دافع ونشجعهم انهم يكونون معانا في نفس الوقت من خلال المشاريع ومن خلال البنود والتحديثات اللي تحصل للاجهزه بشكل عام. نعم، طيب خلينا الحين ناخذ الجزء الثاني من المسابقه اللي هي مسابقه اعاده تدوير المياه. تدوير المياه، صحيح. نعم. طبعا شعارها جميل، هو قلل دور استخدم. نتكلم عن الجهات اللي ممكن تشارك في هذه المسابقه وايضا الجوانب اللي تهتم فيها المسابقه. طبعا قلل دور استخدم، حسن استعمال المياه والاستفاده منها باكبر طريقه ممكنه. كل الجهات اللي موجوده في دوله قطر مؤهله انها تكون مشاركه في هذا في هذه المسابقه، وراح يتم الاعلان عنها في احتفاليه ترشيد اللي راح تصير ان شاء الله في ابريل ان شاء الله. ممتاز. طيب احنا الان بعد نتكلم عن الطاقه المتجدده، في هناك ايضا مشروع يخص مشروع بحثي عن الطاقه المتجدده، شعاره راح يكون التشغيل بالطاقه النظيفه. الجهات المعنيه بهذه المسابقه وخاصه يعني لو احنا نتكلم عن جهودكم في السنوات السابقه، نتكلم كافراد اصحاب منازل من ناحيه حتى المباني اللي قاعد تنبنى الان جدد، مباني سكنيه نتكلم على الصعيد الشخصي يعني للمواطنين المقيمين، المباني اللهم لك الحمد قاعد نشوف الناس قاعد تستخدم افضل المواد حتى انها يكون هناك هذه المباني صديقه للبيئه، حتى وان كانت سكنيه استخدام حتى الاضاءه المناسبه اللي تكون اقل توفيرا للطاقه الكهربائية وايضا ضرر للبيئه وغيره، المياه يعني اللهم لك الحمد شفنا مردود طيب من خلال حملاتكم اللي قمتم بها السنوات اللي طافت. نتكلم عن هذه المسابقه. اول شيء بشكل عام جهود الدوله مذكوره وفي مجال الطاقه المتجدده، متوجه العالم كله للطاقه المتجدده والطاقه البديله، ففكره انك انت تاهل المجتمع وتاهل الكوادر انهم يشاركون معك من خلال بحث او من حيث مقاله، الجهات الاكاديميه عندهم جهود كثيره ممكن انهم يشاركون بافكار. في مشاريع تكون مساعده، ولله الحمد دولة قطر متجهه توجه كبير نحو الطاقه المتجدده، واحنا نشجع الجميع انهم يكونون جزء من هذه المبادره من ناحيه المشاريع، من ناحيه فهم تقليل الاستهلاك العام، الحفاظ على الموارد، الحفاظ على البيئه، فوجود هذه المشاريع من المرحله الاكاديميه ودونها تشجيعا منا لهم وتقديمنا لهم للموارد والعناصر، هم يشاركون معنا من خلال البحوث والافكار. ممتاز. طيب نتكلم عن كهرباء اطلقت ثلاث مسابقات. صحيح. نتكلم عن المسابقات هذه توعويه اللي هي مشروع افضل عمل فني من المواد مع تدويرها. لما يجيك مثلا طفل صغير يفهم مفهوم اعاده التدوير من ناحيه المواد، من ناحيه المواد اللي يقدر يستخدمها مره ثانيه، فتكون عنده فعاليه مع البرنامج اللي احنا نقدمه، او خلينا نقول صيغه المواد اللي احنا نقدمها للجمهور، يكون يعني الجمهور عارف وفاهم ايش اللي قاعد يصير. فعندنا مشروع افضل عمل فني من المواد مع تدويرها، وعندنا ايضا افضل مشروع بحثي في المدارس على مستوى المدارس في مجال كفاءه الطاقه، واستقبلنا كثير يعني في لجان خاصه استقبلنا يعني افكار يعني جميله من مراحل اكاديميه صغيره في مجال كفاءه الطاقه والطاقه النظيفه. فدورنا احنا كمؤسسه ودور اداره الترشيد وحديقه التوعيه نعطي الدعم اللازم، نعطي من خلال المشاريع ونعطيهم الدعم التوعوي من حيث المسؤوليه المجتمعيه. ممتاز. انا هذا اللي كنت بسالك عنه، شلون تشوف رده فعل بعد يعني المسابقات هذه ما جت الا بعد ما شفتوا اصلا اقبال كبير، رده الفعل من خلال حملاتكم السابقه من المواطنين ومن الشركات من جهات وغيرها
أن فعلا قاعد تستفيد من خلال الحملات اللي قاعد تقومون فيها، ولذلك أقيمت هذه المسابقة، لأن في أصلا عدد موجود ممكن أن يشارك في هذه المسابقة. نتكلم عن ردة فعل الناس، كيف شفته، كيف شفت المشاركة، حجم المشاريع، ولو إذا كان في هناك مثلا، وخاصة خلينا نتكلم نركز أكثر على الجيل الجديد. أنت متكلم عن تنشئ جيل جديد فاهم أنا لو أستخدم هذه بالطريقة الفلانية تكون أفضل لي، هذه الطريقة هذه ما تنقطع، ممكن أستخدمها في شغلة معينة. فلذلك يعني نتكلم عن جيل جديد، جيل نشأ أساسه متعلم هذه الأشياء، أنت عندك جيل بإذن الله تعالى قادم ممكن يساهم بشكل أكبر في تطوير هذا البلد. لو نتكلم شوي عن ولو نبذة عن المشاريع إقبال الناس، لنفرض المرحلة الأكاديمية قبل مرحلة الجامعة عندهم الحدود الفهم جميلة جدا، يعني عندهم الرغبة المشاركة المنطلق. فأنت لما يكون عندك جهود وعندك تغطية إعلامية وعندك تشجيع ودعم، فأكيد راح تحصل إقبال كبير. وفي كل سنة احنا نلاحظ أن المراحل المدرسية والمراحل الأكاديمية عندهم رغبة في المشاركة، وأيضا في ناس ودهم يشتغلون معانا في أمور الطاقة المتجددة، في أمور تقنيات الترشيد. فهذا دليل أن الحمد لله رب العالمين أن الإدارة والتوجه هذا على المسار الصحيح، والإقبال اللي موجود احنا نقدم لهم الدعم من البداية إلى النهاية، سواء كان مشروع مدرسي أو مشروع أكاديمي أو خلينا نقول مشروع فعلي قائم، احنا نعطيهم الدعم اللازم. ممتاز ممتاز. يعني فعلا أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، لو هي طلاب المرحلة الثانوية واللي تحت، فهم دائما ما يكونوا منطلقين بالأفكار. صحيح. متحمسين، عندهم ما شاء الله التفكير عندهم منطلق الآن، وأفكار جميلة. نعم. جدا. ممكن طالب الجامعة شوي لأنا الآن في مرحلة تحديد المستقبل، أنا الحين مثلا أغلبية طلاب الجامعة تلقى أصلا عنده بيت وعنده شغل وعنده كذا، ف طالب الثانوية دائما تلقى منطلق بأفكاره في ذروة نشاطه. صحيح. فلذلك استغلالهم واستغلال هذه الفئة تهيئتهم من المرحلة هذه، ففعلا هذا شيء تشكرون عليه. لكن هذه المسابقات إن شاء الله شلون راح تشوفون إن شاء الله ردة فعل من الناس بعد ما شفتوا هالمشاريع هذه الطيبة؟ إن شاء الله هل في إن شاء الله مفاجأة جديدة في هذه المسابقة؟ هل في هناك فعاليات مصاحبة إن شاء الله راح تكون إن شاء الله بإذن الله؟ في كل سنة الفعالية والاحتفالية تكون أفضل من السنة اللي طافت، وإحنا دائما في إدارة الترشيد نطمح للأفضل دائما، لأن قطر تستحق الأفضل من نعم الله يعطيكم العافية. الله أخيرا، مسابقة ترشيد تأتي في لأفضل مقال صحفي عن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تحت شعار معا نحو الاستدامة. اللهم لك الحمد، احنا عندنا عدد كبير ترى من الكتاب والصحفيين الشباب الصغار، دائما ما يكونون طموحين ما شاء الله تبارك الرحمن ونشطين. شروط الالتحاق في هذه المسابقه ايش؟ اول شيء احنا نقدر الجهود الاعلاميه، بدون الجهود الاعلاميه الجهود اللي احنا نعملها الناس ما راح تدري عنها. نعم. فمع وجود كفاءات اعلاميه من ناحيه الصحفيين والكتاب، احنا ناخذ منهم ونقتبس النصائح، نقتبس الاشياء اللي هم ينصحون فيها المجتمع القطري. فمع وجود الدعم ومع وجود العناصر الاساسيه اللي هي الاعلام والجهود، مثل ما قلت لك الدعم التوعوي، فبيكون دورهم كبير كمقاله صحفيه او ككتاب، ان يشجعنا احنا ان يعني نستغل كل شرائح المجتمع. الله يبيض وجهك صراحه. يعني مهندس محمد، انتم فعلا جهودكم طيبه، وايضا هذه المسابقات اللي قاعد تقومون فيها تخليكم حتى في نفس الوقت تقييما لانفسكم. احنا الجهود اللي قاعد نقدمها قاعد نشوفها الان مردودها من قبل الناس. نشكركم صراحه على الجهود الطيبه، ولا يسعني بالاخير لا اشكرك المهندس محمد خالد شرشني، رئيس قسم تكنولوجيا ترشيد بالوكاله باداره ترشيد وكفاءه الطاقه كهرماء. شكرا لكم الجهود الطيبه هذه اللي تقومون فيها، ونتمنى منكم كل جديد ان شاء الله، ونبيكم بعد تركزون تعاونكم اكثر على طلاب المدارس، لان فعلا نشاطكم نشاطكم نفسه جميل، نشاطكم بحد ذاته الطالب يستمتع بالمشاركة فيه. فلذلك فعلا أنتم محبوبين من قبل الطلبة، لأن شغلكم جميل ونشيط وفيه بعض من نوع السهولة والتحدي بنفس الوقت. فنسأل الله التوفيق لكم. آمين يا رب. وأنا أدعو الجميع أن يحضر كرنفال ترشيد في حديقة ترشيد التوعية من الساعة 4 إلى الساعة 9، راح تحصل أشياء تناسب جميع الأعمار، راح تحصل أشياء تبهرك، فيا مرحبا بكم كلكم. الله يرحبك على فضله. ما قصرت أخوي محمد، شكرا لك ولتواجدك. ومشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية والتدريبية وتبادل الخبرات. وتهدف مذكرة تفاهم إلى تحقيق التعاون المثمر بين كتارة وكهرماء ونشر التوعية والتثقيف في المجتمع القطري في مجال الاستدامة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وذلك من خلال إقامة فعاليات
فعاليات وأنشطة ومسابقات وورش عمل تتناول تقنيات الترشيد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير جاي لكم، خليكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد الصليطي وزير المواصلات والاتصالات، انطلقت النسخة 11 من أعمال الملتقى الخليجي للزلازل لمناقشة موضوع الهندسة الزلزالية ومخاطر الزلازل وكيفية الحد منها. حرص من دولة قطر على تعزيز مفهوم الاستدامة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة والإنسان. تم تنظيم أعمال الملتقى الخليجي للزلازل في نسخته 11 والذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 3 أيام. عملت الهيئة العامة للطيران المدني على إنشاء الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية في عام 2014 بهدف رصد وتقييم وإدارة المخاطر الزلزالية المحتملة، وقد قامت منذ ذلك الحين بإنشاء وتركيب 9 محطات رصد زلزالي موزعة بشكل متوازن على كافة مناطق الدولة. يشمل الملتقى العديد من الجلسات، كما سيناقش 45 ورقة عمل بحثية متعلقة بالشبكات الزلزالية ومعالجة البيانات والخطر الزلزالي، فضلاً عن إدارة الكوارث. دولة قطر موجودة قريبا من بعض الدول وخصوصا على الجانب الشرقي، هذه الدول تحدث فيها زلازل وتكون تبعات الزلازل يعني تؤثر على دولة قطر، ولهذا السبب أنشئت في دولة قطر في عام 2014 الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، وهي تعمل منذ ذاك الحين بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني على قدم وساق لتقديم المعلومة المفيدة للمواطنين والمقيمين في البلاد. سيتم في هذا الملتقى مناقشة بعض المخاطر الزلزالية وكيفية الحد منها. نأمل في استثمار هذا الملتقى للتعاون بين الدول وبين مراكز الأرصاد في دول الخليج خاصة، وذلك للحد من مخاطر الزلازل ولإيجاد طرق للتخفيف من مخاطر الزلازل في المستقبل. يشارك في الملتقى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالي علم الزلازل والهندسة الزلزالية، وذلك للاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة من أجل توفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية في مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الخليج العربي. تجري حاليا التحضيرات الأخيرة لفعاليات المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية في قطر 2020 في نسختها 4، والتي ستشهد مناقشة محاور طبية هامة ومشاركة قوية ومميزة لعدد من الجهات العالمية. المزيد في هذا التقرير الذي يعرض تفاصيل المؤتمر الصحفي. إعلاناً عن تفاصيل المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية في قطر 2020، عقدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤتمراً عرض من خلاله جدول أعمال المؤتمر الدولي في نسخته 4، والتي ستشهد مشاركة العديد من الجهات من دول العالم بالإضافة إلى الدول العربية لتبادل التجارب الناجحة والخبرات المتميزة في المجال الصحي. عقدنا للمؤتمر الرابع للرعاية الصحية الأولية
والذي سيعقد بين تاريخ 19 إلى 22 إن شاء الله من الشهر الحالي. المؤتمر تحت شعار بناء الأساس من أجل التميز. في حوالي 60 ورقة عمل راح تعرض في المؤتمر، وعندنا 5 ورش إن شاء الله تكون في اليوم السابق للمؤتمر اللي هو يوم 19 فبراير. متوقعين عدد الحضور يصل إلى 900 وأكثر. عدد المسجلين بلغ فعلا 930. يهدف المؤتمر للتركيز على الرعاية الصحية الأولية وأهميتها ودورها، وبالتحديد تصحيح أنماط الحياة الصحية والتركيز على الوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر للأمراض، أيضا التركيز على تدريب القوى العاملة. نهدف أيضا إلى مناقشة بعض أوراق العمل والأبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر تنظيم معرض مصاحب بمشاركة 10 شركات من شركات الأدوية العالمية بهدف عرض أحدث منتجاتها وتقديم أحدث الدراسات العلمية المصاحبة لهذه الأدوية، وذلك بهدف إشراك الجهات الفاعلة في مجال الأدوية في فعاليات المؤتمر. نعم مشاهدي الكرام، في موضوع آخر، تعتبر الإجازة في الخط العربي من أرسيكا في تركيا أعلى شهادة يحصل عليها الخطاط في هذا الفن، حيث يمر الخطاط بمراحل كثيرة لتعلم هذا الفن والحصول على هذه الإجازة. واليوم ييسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد إبراهيم علي العبدالله، أول قطري يحصل على الإجازة في الخط العربي من أرسيكا في تركيا. حياك الله. الله يحييك. مرحبا بكم السلام، ومبروك عليك وعلينا. حياكم الله. مرحبا بكم السلام. بالبداية قبل أن ندخل في التفاصيل وصعوبة هذا الأمر، لأن أمر مش بسيط جدا، وخاصة أن مكان واحد فقط في العالم ليعتمد أو يعطي هذا التوثيق مثل ما نقول، خلنا نتكلم عن بداية مسيرتك كيف كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر قناة الريان والمعدين والفريق الكامل على تحت هذه الفرصة واللقاء. البداية كانت كبداية أي هاوي للخط أو أي هواية، خاصة كان بالخط، كانت في البداية في المرحلة الابتدائية. وبعض المدرسين، أذكر يمكن مدرس اللغة العربية، شاف أنه ممكن شوي خطي مقروء ومناسب، فكان يعطيني أن أسوي اللوحات الحائطية في المدرسة. وتطور الأمر من الإعدادية للثانوية، كان مجهود شخصي، لأن في ذيك الفترة كانت عندنا شح في خلينا نقول الخطاطين المعلمين أو الكراسات أو الكتب أو حتى الأدوات. فكانت كلها مجهودات فردية، كانت حبيت أنك تطور فيها. بعدها بعد المرحلة الثانوية انشغلنا طبعا مع الدراسة، والواحد عقب يتزوج وكذا، لكن من بعدها في 2013 حبيت أن أنا أرجع حق الفن وهذا العلم إن صح التعبير. فبدأت أن أبحث في قطر أن أحد الخطاطين الأساتذة، يعني قطر مش ما في خطاطين، في خطاطين ولكن مش معلم مش مدرس فيها. فاللي حصلتهم ما حصلت عندهم شيء جديد ممكن يضيفونه إليك. أنت أنا أبغي أدرس الخط الثلث وخط النسخ، في حين كانوا معظم الخطاطين هنا كانوا في أو في المراكز التعليمية كانوا يدرسون خط الديواني وخط الرقعة. فقررت أني أتجه عقب ما درست وبحثت الموضوع، شفت أن الآن ما في مكان ممكن أنت تأخذ هذا العلم أو هذا الفن إلا من تركيا. أنك تبغي أخذه، مش أن أخذه كشغل دورات قصيرة وانتهى الموضوع، لا، كنت أبغي طالما أنا دارس أبغي بعد فترة أبغي أصير أن أنا دارس الموضوع على أصوله، وفي الأخير شو المانع ما أنا أخذ عليها إجازة فيها. فانطلقت عقب في تركيا وعرضت، مريت على الأساتذة والحمد لله، يعني عقب أنا كنت حاط الهدف عندي أن أتعلم الخط أتقنه وأخذ الإجازة. فرحت حق الأساتذة الأتراك هناك، رحبوا بالأمر، لكن هو في البداية يكون في تحدي، وهم يحبون يختبرون في البداية صبرك، فيعطونك منهج أنك تبدأ عليه اللي هو كراسة محمد شوقي للخط أو أي منهج ثاني، فيقول لك اكتب أول عبارة اللي هو ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. فأنت تكتبها أول يوم وتجيبها له، فهو يشوفها ويقول لك عيدها حتى ممكن من غير ما يصحح لها.
مره مرتين ثلاثة ايام، هو فقط ما يصحح لك، يبغى يشوف هل انت عندك الصبر انك. فانا كنت اعيد وكنت الاحظ ان في كل اعاده قاعد تتطور لكن ما قاعد يصحح لي، ما قاعد تعرف انت وين المفروض تتطور. صحيح. لما عقب اسبوع لا حس المدرس ان انا يعني عندي القدره صابر. اي نعم. فبدأ فتح معي وقام يصحح لي. والحمد لله بديت في هذا الأمر معاهم لمدة سنتين تقريبا. فهم المنهج هناك عندهم أن أنت لازم تراجع المدرس كل أسبوع. طبعا طريقة الأتراك عندهم الطريقة التقليدية، لأن هذا السبب الرئيسي اللي أنا كنت أبغي أنهج معاهم هذا المنهج، أنه ما تدخل أنت في فصل وفي طلاب وصبورة ويشرح لك المدرس. يشرح لك إياها وأنت على الطاولة، أنت يعطيك درس تكتبه وعقب تيله وهو يصحح لك، إذا شابك أنت عديت كل الخطوات يقول لك انتقل حق الدرس الثاني. فهاي أنت تحس أن أنت أسلوبك قاعد تطور، وخاصة في الخط أنت كثير من المهارات أنت قاعد تستفيد منه وتتعلم منها من الأخطاء اللي المدرس المعلم وهو قدامك قاعد يعدل لك. لأن الخط ما تقدر أنت تتعلمه أونلاين إلا إذا أنت وصلت إلى مرحلة متطورة، أنت عرفت التكنيك واحترافيتك في استخدامك للقلم وللحبر. لكن في البداية لا بد تكون أنت عند المدرس أصلاً يشرح لك كل هذه الأمور. أنا هذا اللي أمانة جذبني في حديثك، يعني إحنا نتحدث عن شخص مبادر من نفسه، ليس ارتباطي في وظيفة معينة أو في يعني وجب علي مثل التخصصات، بعض الدراسات البكالوريوس وغيرها تخصص أنا لازم أخذه، إنما لا، من حب شخصي لهذا. صحيح. الخط والخط العربي ومحافظة. نعم. على هذا نقدر نسميه إرث لأنه أخير لنا يعني. نعم. فأنت قعدت هناك سنتين؟ أنا ما قعدت هناك سنتين. ولا أونلاين؟ لا مو بأونلاين، أنا صار اتفاق بيني وبين الأساتذة بدل ما نايم كل أسبوع أنا أجيهم كل شهر. فأطلع كنت الخميس أوصل المغرب أروح على طول عند الأستاذ، حتى لو أروح للبيت يقول لي حتى لو وصلت 12 واحدة في الليل تعالي يصحح لي، فيكون الدرس مكثف بالنسبة لي. أرد مرة ثانية السكن وأكمل وأجي للجمعة يصحح، والسبت أرجع ويعطيني طبعا هو الواجبات لازم أكتبها أنا للشهر القادم. فكانت هذه هي الفترة اللي سنتين خد فيها. فبعدها لما أنت توصل إلى مرحلة شوية متقدمة الشرح يكون يمكن أقل بالنسبة حق الأستاذ، التصحيح ممكن ما يكون تصحيح على الورق كثر ما يصحح لك شفوي، فهذا معناته أن أنت الآن وصلت إلى مرحلة شوية أعلى منها. الإجازة ليش أنا اخترت الإجازة صح يعني الإجازة في أن تكون من تركيا، لأن الآن معظم الأساتذة اللي في هذا المجال هم أتراك. فأنا الحمد لله صار لي نصيب أني أخذت الإجازة من معلمي الأستاذ شيخ الخطاطين حسن شلبي، اللي هو الآن ممكن معظم الخطاطين الأساتذة الكبار اللي عندهم إجازة أخذوا الإجازة من عنده. ممتاز. فالحمد لله. وأخذت أيضا الإجازة من الخطاط ممتاز دوردو وتركي، وأيضا من الخطاط التركي فرهاد اليساري. خدت على يدهم الإجازة في خط النسخ وخط الثلث فيها. ممتاز ممتاز. احنا بنستمر أكثر وبنتحدث أكثر عن هذه المسيرة الجميلة اللي قدمته، هذا الإنجاز الجميل اللي أحضرته من تركيا، ولكن بنطلع مع مشاهدين الكرام فاصل. مشاهدين الكرام فاصل قصير راجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وعودة الحديث عن الخط العربي مع ضيفنا إبراهيم علي عبد الله، أول قطري يحصل على الإجازة في الخط العربي من أرسيكا في تركيا. مشاهدينا الكرام يمكن أمانة سبقتكم أنا شوي في الحديث فأخذت بعض المعلومات اللي كانت صراحة يعني وإحنا نسوله كانت تشغل بالي فما قدرت أستنى لما يخلص الفاصل، ولكن نتشارك فيها معاكم إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد يا أبو علي. أخوي إبراهيم، إحنا يعني معروف عن الأتراك أمانة كلمة حق تنقال أنهم متمسكين جدا بتاريخهم، متمسكين جدا في الدين الإسلامي، في تفاصيل الدين الإسلامي، وحتى في القرآن والسنة وغيره، متمسكين حتى في الخط اللي يكتب فيه الخط العربي اللي هو يكتب فيه القرآن الكريم. نتكلم عن الإجازة
ايش الفائده من هذه الاجازه بالبدايه؟ احنا بنقسمها ان شاء الله لسلة نواد، لكن بالبدايه الاجازه هذه هل هي مثل الشهادات الاخرى اللي هي توثق من مثلا التعليم او من اماكن معينه؟ هل ممكن انا اكمل عليها مثلا دراسه معينه ام لا؟ احنا خلينا نعرف شيء للمشاهدين، تعريف الاجازه شنو هي. الاجازه هي شهاده تمنح للطالب بعد ما يجتاز او يوصل مرحله من خط من اتقانه للخط عند المدرس، يصل الى مرحله متقدمه، فالمدرس او الخطاط يجيز الطالب اللي عنده يبين انه هو مجاز، هذا الخطاط انه اذا كتب اي لوحه لما يوقع يكتب كتبه ابراهيم مثلا او كتبه احمد. فاي لوحه الان تشوف لوحه خطيه مكتوب عليها على التوقيع كتبه، معناته ان هذا الخطاط مجاز. هو مجاز. الشيء الثاني ان الخطاط المجاز هو الان يقدر يعلم، انه الان اصبح مدرس معلم الان، هو يعني موثقه هالامر موثقة وكذا موثقه من ارسيكا. فالخطاط المجاز عقب هو ايضا يعلم ويجيز الخطاطين. ارسيكا تمنحك الان شهادتين. الإجازة هي أنك تأخذ شهادة في الخط عملية مش نظرية، ويعطونك عليها أيضا شهادة علمية اللي أنت تقدر تكمل فيها الماجستير بعد حصولك على الإجازة في الجامعات المعترف فيها، يعني مو بأي جامعة فيها تكمل فيها فيما يخص الفنون الإسلامية أو في الخط يكون فيها. ممتاز. خلنا نتكلم عن هذا الطموح اللي كان عندك، اللي هو بعد فترة انقطاعك وبعدين رجعت في 2014 استمرت لمدة سنتين. نعم. سفرك، تكاليف التعليم هناك كانت على من؟ هي التكاليف أنا ما حبيت أن أي حد يتبنى هذا الأمر، لأنه كان شيء شخصي، وما كنت أنا أطمح أني أتعلم هذا العلم من أجل أهداف ثانية، كان شيء في نفسي وكنت أبغي. هذا بعض المخطط اللي أنت كتبت. أي نعم، هذه لوحة في خط هذه خط الثلث مشارك فيها أنا في معرض طولها تقريبا متر ونص، وهذه الإجازة اللي أنا أخذتها بسملة وصورة الضحى، وهذه الإجازات هذه خط الأساتذة اللي أخذت من عندهم الإجازة. طيب نكمل. فكان الهدف ان انا ابغي اخذ هذا العلم وهذا الفن لشيء في نفسي، مو بان انا ابغي اخذ فيها وظيفه او اي حاجه ثانيه. فكانت التكاليف عليه فقط ان مساله التذاكر والسعر. اي لكن هم في الخطاطين المجازين في تركيا، هم لما تطلب منهم العلم علم الخط تتعلم عندهم، هم يعلمون لك اياه مجاني. لانه هم يسمون هذا في العرف عندنا او عندهم زكاه العلم. فكل أستاذ يتمنى أن يعلم أي حد الخط ويتقن الخط، وعقبها ممكن هذا الخطاط يكتب المصحف والمصحف يطبع ويرجع الأجر حق منه حق أستاذ. سبحان الله. يعني مشاهدين الكرام أخوان، شوفوا شوفوا التفكير السامي. أنا أعلمك يعني أقعد مثلا فترة ما غرب سنتين أو كذا. نعم. شهر أو كذا أعلم فيك من وقتي وتأخذ من تعبي بالمجان، لأن أطمح أن بإذن الله أن أنت تتعلم وتكتب مصحف ويرجع الأجر لي، وهذه يسمونها زكاة العلم. يعني نعم. سبحان الله، شوفوا الهدف السامي لدى الشخص. يعني أمانة يعني مش بس تتعلم خط، تتعلم حتى أشياء في نفسك فيها تربوية. شوف نعم. كيف الهدف السامي. يعني نعم. البعض يقول لك لا بتعلم علشان أسوي عشان أخذ عليه. صحيح. لكن شوف سبحان الله، يعني فعلا هدف سامي. صحيح وهو يعني فيها متعة ممكن اللي يتعلم الخط. يعني وقت ما أنت تتعلم أو وقت ما أنت أتقنت الخط وقاعد تمارس فيها، لأن أنت قاعد تعود عينك على شوف المخطوطات الجميلة وإيدك قاعد تشتغل، وفي الأخير أنت لما تتمرن وتكتب أنت ما راح تكتب إلا آية قرآنية أو حديث أو بيت شعر أو حكمة. فكلها هي فيها متعة يعني في نعم. هذا الأمر. طيب مستقبلا بإذن الله، أنت الآن أخذت هذه الإجازة وإجازة معتمدة، وإحنا فخورين جدا بما قاعد تساهم فيه في تقديمها للبلاد. مستقبلا بإذن الله تعالى، إحنا مشاهدين الكرام نوضح بس أن المعهد اللي موجود هناك أو أرسيكا من أرسيكا مدعوم من قطر، هو تابع حق جامعة أعتقد البنك الإسلامي والدول العربية مشاركة فيها، وقطر أيضا هي مشاركة يعني حتى في أرسيكا. فبإذن الله تعالى هل في هناك فكرة إن شاء الله من قبلك؟ الآن إحنا ترى كلنا ننظر إليك أنت. والله أنا لكن صاحب التوثيق هذا اللي جبته معك. صحيح، هذه أمانة ومسؤولية كبيرة علي، وأنا يعني في الخدمة ولخدمة يعني هذا العلم وهذا الفن. أي حد بغى أي معلومة أي استشارة أي تعليم
يعني أنا بالعكس، أنا كان الهدف الأساسي إن أنا مثل ما إحنا عانينا في المستقبل، كنت أنا أو إخواني الخطاطين الثانيين من قلة المدرسين الخطاطين أو المواد أو الدعم أو حتى يعني الاهتمام بهذا الأمر، أنا ودي إن أنشر مثل هذا العلم وهذا الفن للأخوة الثانيين إن شاء الله. نعم، إحنا نتكلم عن شيء، نتكلم بالبداية عن الخط العربي، هوية الخط العربي والإسلام. ما في شك بأن الخط العربي له دور كبير في نقل الهوية الإسلامية والعربية. نعم. لأن إحنا إذا نلاحظ بأن في السابق قبل ظهور الخط وانتشار الخطاطين كانوا اعتماد العرب في على الحفاظ، في ناس فقط شغلتهم يحفظون، حفظوا القصائد والمعلقات، لكن مع دخول الإسلام صار اهتمام بالخط والخط نقل لنا تاريخ وثقافة وتشريعات الإسلامية، كان جنبا إلى جنب إلى الإسلام. لهذا السبب الآن تلاحظ كثير من المخطوطات لو ما كانوا موجودين فيهم الخطاطين كان كل هذه العلوم كانت انتهت. نعم. واحنا محتاجين حق الخطاطين، لان في بعض المخطوطات مو باي شخص ممكن يقراها. لازم انت تجيب شخص خطاط يعرف هذا الخط، شو الفرق بين الهاء والميم، فيهم شبه ممكن ما يقدر يقراها وممكن المفهوم راح حتى يكون خطا. في نفس الوقت انت ممكن تحدد في بعض المخطوطات حتى لو ما عليها تاريخ، ممكن تحدد ان هالمخطوطه كتبت في العهد الفلاني ولا في التاريخ الفلاني بسبب تطور الخط، فيها الخط هنا كان واصل الى هذه المرحله او قبلها. احنا نبي يعني امانه في هذا الموضوع الحديث طول، ولكن نبي نتكلم عن مثل ما فهمت من كلامك أن موقع الخطاطين القطريين في قطر أو موقع الخط في قطر ضعيف قليلا من ناحية وجود الخطاطين القطريين في قطر، ولكن مع أن قطر متطورة في هذا الشأن من ناحية، خلينا نتكلم بشكل عام الكتاب والكتب وغيره، من ناحية المطابع اللي تفتح حتى الفترة الأخيرة شفنا زيادة في عدد المطابع، الكتاب القراء وغيره، ولكن نبي بهذا المجال في التخصيص في هناك شوي ضعف. خلينا نتكلم، احنا في الفتره الاخيره عندنا اهتمام كبير في قطر امانه في الخط العربي، ما بين مهتمين وما بين متعلمين، وايضا عندنا خطاطين قطريين، ولكن ممكن الخطاطين القطريين كان يعني وصلوا الى مجهودات فرديه اللي وصلوا الى المستوى اللي هم فيه. كان دور ممكن التدريب او المراكز، انا ما اشوف ان الاضافه كانت يعني كمده انت قضيتها في المركز مفروض انت كنت اتقنت هذا الخط، لكن في عندنا اهتمام ملحوظ جيد، لكن الدور الان علينا احنا او دور حتى على الجهات المختصه لدعم مثل الفن. خطه لتطوير الفن بي. الخطة احنا لابد نشتغل على شقين، الشق الثقافي لابد ان احنا نثقف الناس بالخط العربي وتاريخه وانواع الخط واهميته حتى احنا عندنا كمسلمين وكعرب. الشق العملي لابد ان احنا نكثف ايضا من الدورات والورش التدريبيه لتدريب المهتمين بهذا الخط، يعني في احنا نشوف الان في الوطن العربي او في العالم او حتى في الدول المجاوره عدد الخطاطين كثار والمراكز كثيره والمجازين كثر، لكن احنا هنا اعتقد لابد ان يكون فيه تكثيف عليه في هذا المجال. ممتاز، احنا على عجاله قبل لا نختم، انا اللي فهمته من كلامك البدايه ان من يجاز او يحصل على الاجازه ممكن انه ايضا نفسه يجيز. نعم. ناس ثانيه يعني. نعم. انت الان في مرتبه انه ممكن انت تجيز. صحيح. كتاب، فلذلك الان اصبح المشوار مشاهدينا الكرام اقل، بدل لا تروح تركيا وتعلم عندنا. حاضر. خلنا برايي موجود هنا، ممكن انه هو يجيز اذا في هناك طلبه قطريين مستعدين انهم، لكن المشوار مش سهل باذن الله. نعم، المشوار مش سهل، يبي له اجتهاد. نعم. فلذلك اول خطوه للتطوير كانت هنا من عند اخونا هنا موجود الان. اخونا ابراهيم مستعد انت مثل ما ذكرت ان انت تكون مبادر للتعليم. نعم، الله يبيض وجهك. احنا باذن الله تعالى نتمنى من الجميع الاقبال، عندنا اخونا الان اختصر علينا مشوار كبير صراحه للمهتمين في هذا الخط، فلذلك ونتمنى صراحه ان انت على يدك تاسس ناس حتى يكون في هناك عندنا مكان مختص للتعليم. نعم. كمركز او غيره، لان من هنا ان شاء الله يبدا اول خطوه في التطوير وفي تكثيف باذن الله ان شاء الله. الله يبيض وجهكم وقصر. شكرا لك اخوي ابراهيم علي العبد الله والقطري، يحصل على الاجازه في الخط العربي من ارسيكا في تركيا. شكرا لك ولتواجدك معنا والطبعا
الطموح الجميل اللي فيك اللي خلاك تتعنى على شيء في نفسك وليس شيء يعني توفيق من الله في عمل او غيره. بيض الله وجهك وما قصرت، ونتمنى باذن الله تعالى نرى على تحت ايدك ان شاء الله خطاط. امين امين. الله يبيض وجهك وما قصرت. مشاهدينا الكرام، في موضوع اخر، تقوم اداره الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئه بوزاره البلديه والبيئه برصد الحاله البيئيه للمياه البحريه العميقه، وذلك بالاستعانه بسفينه الابحاث جنان التابعه لمركز العلوم البيئيه بجامعه قطر. في أجواء علمية وبحثية صرف، واستعانة بسفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر، نفذت إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة رحلتها السنوية المشتركة، وذلك بهدف رصد الحالة البيئية للمياه البحرية العميقة لدولة قطر. تعتبر بالنسبة لنا يعني من الرحلات يعني المهمة جدا على مستوى الوزارة، بحيث بيكون يعني الفترة 3 أيام متواصلة، يعني شباب الله يعطيهم العافية رتبوا للرحلة هذه تقريبا قبل 5 شهور، يعني فيها إجراءات كثيرة وتصاريح وكذا، وصار الترتيب مع جامعة قطر، فالحمد لله تكللت كلها بالنجاح. والرحلة إن شاء الله بيكون فيها جمع عينات على مستوى يعني المنطقة الخالصة بالنسبة لدولة قطر البيئة البحرية. وسيتم خلال هذه الرحلة العلمية إجراء القياسات للمتغيرات البيئية في مواقع مختلفة، كقياس الحرارة والملوحة والرقم الهيدروجيني وغيرها من المحددات، إضافة إلى جمع عينات بحرية من مياه ورواسب وعوالق من كل موقع ثم تحليلها مختبرياً. حري بالذكر أن هذه الرحلة العلمية وغيرها من المبادرات البيئية المهمة تأتي في إطار حماية البيئة القطرية والحفاظ على مواردها وضمان استدامتها بشكل يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نظمت وزارة البلدية والبيئة مماثلة في بلدية الضعاين فعاليات كرنفال غذاء آمن لحياة أفضل، الذي ينظم بهدف نشر الوعي بين أطفال المدارس حول الغذاء السليم والصحي. على مدى 3 أيام يستفيد هؤلاء الطلاب من برامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية متنوعة ضمن فعاليات كرنفال غذاء آمن لحياة أفضل، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الضعاين بالتعاون مع شركة آيكيا. وتهدف هذه الفعالية إلى نشر الوعي بين الأطفال في المدارس حول سلامة وصحة الغذاء من خلال مجموعة شيقة من الألعاب والأعمال اليدوية التي تساعد الأطفال على التعلم بطريقة سهلة ومبسطة. فعالية الكرنفال السنوي تحت شعار غذاء آمن لحياة أفضل خاص بالأطفال، الذي تنظمه بلدية الضعاين بالتعاون مع شركة إيكيا للسنة الرابعة التوالي، وبمشاركة عدد 6 مدارس ابتدائية وطلاب من مركز شفلح. طبعاً بتكون تقريباً عدد 50 طالب من كل مدرسة بنين وبنات. جيت هنا لأتعلم نظافة الأكل ونظافة الأواني ونظافة الأيدي. في البداية لازم نغسل أيدينا، وبعدين نغسل الخضروات والفواكه أو الشيء اللي بنستخدمه في الطعام، وبعدين غسيل الأواني. ويأتي تنظيم الكرنفال في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وضمن جهود بلدية الضعاين متمثلة في فريق التوعية وإدارة الرقابة البلدية لنشر الوعي الغذائي لدى طلاب المدارس. تنظم مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين مسابقة الدراما باللغة الإنجليزية، وذلك على مسرح الكشافة بمقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
هنا على مسرح الكشافة بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية يجتمع طلاب المرحلة الإعدادية الذين يحرصون على المشاركة الفعالة في مسابقة الدراما باللغة الإنجليزية التي تنظمها مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، وذلك تحت إشراف قسم اللغة الإنجليزية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي. انطلقت المسابقة منذ 3 سنوات، انطلقت بمبادرة صغيرة كانت من خلال مسرح المدرسة، وكان المشاركين في وقتها عدد قليل من المدارس، لكن بإصرارنا على نجاح هذه المسابقة السنة وصلنا ل 12 مدرسة، وكان هناك رغبة من بعض المدارس في التسجيل، لكن لأن الوقت أقفل فما قدرنا نسجل عدد أكبر. أكثر من 60 طالب مشارك حاليا. مسابقة برعاية التوجيه التربوي، التوجيه اللغة الإنجليزية بإشرافهم، وتم اختيار عينة من المحكمين من مختلف التخصصات ومن المسرح بحيث تقيم أعمال الطلبة. تهدف المسابقة إلى توظيف مهارات الطلبة باللغة الإنجليزية في عرض نصوص مسرحية، وتعمل على صقل مهارات العرض والتمثيل المسرحي، وتشجعهم على التواصل المباشر مع الجمهور وبناء الثقة بأنفسهم والكشف عن المواهب الفنية المتميزة وتنمية مستوى الإبداع والابتكار الفني. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب، نراكم في نفس الموعد غدا بإذن الله. تقبل أجمل التحية مني ومن فريق العمل، في أمان الله.